إليهم ربهم المؤمنون. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. السلام عليكم. بالنسبة ديالي فاطمة المحاوي، أنا هنايا دعمت تاع هاد الجمعية، استفدنا من هاد المشروع تاع لونجوا اللي هو كيتلف هادشي تاع الخياطة والحشرة. بصراحة الأستاذة اللي كتعلمنا عطاتنا زعما دروس مزيانة، كتعلم زعما مزيان، استفدنا الحمد لله، وزعما بان داكشي اللي علمتنا راه بان. شحال المدة هذه باش التكوين ديالكم؟ هذه المدة بدات الخدمة ديالنا بدات في شهر 12. شهر 12 اللي خدمنا، يعني هادشي لمدة سنة عندنا حنايا عندنا. والمستفيدة شحال وحدة تقريبا اللي كاين؟ المستفيدة كاين تقريبا شي 27 وحدة. كلهم بنوزيام؟ كلهم بنوزيام، كلهم يعني تو البلاد وكلشي نتاع بنوزيام. شكرا تبارك الله. شكرا رابحة. سنقدم لكم نفسي، رئيسة ديال الجمعية ديال نساء بنوزيام للتنمية. هاد الجمعية خاصة بالنساء، خاصة بالنساء اللي تيتعلموا الخياطة والطرز وتنديروا الصوب، وهذا داخل في بما الفضل تيرجع تا لونزوا، بما أن استفدنا من عندهم، استفدنا on a eu un fond وهذاك لو فون كان بينيفيك بارابور للعيالات ديالنا، انهم تعلموا بداو تيتعلموا الخياطه وبعد الفتره هذه كلها. ودرنا واحد، خصصنا في المعرض ديالنا واحد الرواق صغير، حطينا فيه كاع النماذج ديال العيالات كيفاش تعلموا في الصاله وكيفاش بداو تيفصلوا، والعيالات تيتعلموا كسكسو تيتعلموا هذا. المعرض ديالنا فيه حويجات نقيين، وتنتمنى للمراه لأن تحسنت بزاف، وتنتمنى التوفيق ليها ولجميع الجميع صراحة الجميع.